بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، عنوان حديثي إليكم يا أنا، ولعلكم تتعجبون من هذا التركيب وهذه الصياغة، لأن الإنسان لا يخاطب نفسه ولا يكلم نفسه، لكنها إن لم تكن موجودة في الواقع في قواميس اللغة وفي كتب اللغة، لكنها موجودة في القلب، موجودة في الوجدان، في حديث المسلم مع إخوانه، في حب المسلم لإخوانه، في حرص المسلم على إخوانه، في اهتمامه بإخوانه. وهذا ما أرشدنا إليه القرآن، فإن كثيرا من آيات القرآن تصف الأخ بالنفس، كثير من آيات القرآن نجدها تصف الأخ بالنفس وتعبر عن الأخ بالنفس. فمثلا نجد قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم. كلمة أنفسكم وردت كم مرة في الآية؟ مرتين. ما الفرق بين الاثنين؟ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، ما الفرق بين الاثنين؟ تفضل. نعم، الأولى أنه ظلم نفسه بعبادة العجل، الثانية: فقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، وجلس بعضهم وقام البعض الآخر وأمسكوا بالخناجر، وجلس الذين عبدوا العجل وحصد في غداة واحدة قتل ما يقرب من 70,000، وكانت هذه توبة من الله عز وجل، وهي تناسب هذه الأمة التي عليها من الآثار والأغلال ما عليها. لكن الشاهد أن القرآن سمى الأخ بالنفس. توجد آيات أخرى في القرآن مثل هذه؟ ممكن ننشط مع بعض كده آيات أخرى في القرآن تصف الأخ بالنفس. تفضل. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على أهلكم. ثلاثة: ولا تلمزوا أنفسكم. هو في إنسان بيشتم نفسه؟ في إنسان؟ في، يعني عندنا مثلا شاعر اسمه الحطيئة، هذا الرجل هجا حتى طوب الأرض، يعني كان يشتم حتى طوب الأرض نفسه، لدرجة أنه في يوم لم يجد من يهجوه فهجا نفسه وهجا زوجه وهجا أولاده. تخيل، كان مما قال إيه: أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله، قاعد يشتم في نفسه والعياذ بالله. لكن الشاهد القرآن يقول: لا تلمزوا أنفسكم. أنفسكم يعني أنفسكم، يقصد بها إيه؟ يراد بها الإخوة، أخوك. أيضا من آيات القرآن في جوائز عندنا عشان الناس اللي شغالة، ها إيه كمان؟ تفضل. الجوائز عملت شغل، فين دي بقى؟ بتقول إيه؟ لا مش هي دي، راحت الجائزة. في كمان: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم، عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في كمان: لا. إذا تجد في أكثر من آية وأكثر من موضع القرآن يعبر عن الأخ بالنفس. ألا نأخذ من ذلك رسالة، وهي أن المطلوب منا أن نعامل إخواننا كمعاملتنا لأنفسنا. إذا فكرت في نفسك ففكر في أخيك، وإذا اهتممت بنفسك فلتهتم بأخيك.
وإذا ذكرت حاجة أنت فيها وهما وكربا فتذكر لك إخوان ربما عندهم من الهم والكرب ما عندهم. لذلك إخواني نريد في هذه الدقائق أن نجدد عقد الأخوة، لأنه كسائر أعمال الإيمان يأتي عليه ما يأتي من الأشياء التي توهي هذا العقد وتضعفه. لو أنك أخي الحبيب تفكرت في أيام الالتزام الأولى كيف بدأ التزامك، وكيف كان القلب في بدايات الالتزام رقيقا، وكيف كانت العين سريعة الدمعة، وكيف وكيف من الصفات التي كلنا نحبها ونتمنى أن لو تكون مصاحبة لنا دوما. لو أن الإنسان أيضا تفكر في أمر المحبة، وكيف كان حبك لإخوانك وحرصك عليهم وسؤالك عليهم. ربما تجد الأخ كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر أخا له مثلا بالليل فيظل يفكر حتى يراه في صلاة الصبح أو في صلاة الفجر من حبه له. ربما تجد بعض الإخوة مثلا يقع في ضائقة فيجد أكثر من أخ يقف بجواره، ليس فقط أنه يقرضه بل يمنحه ويعطيه. ولذا كان بعض السلف يقول كنا نعد البخيل منا. أنا عايز حد يكمل العبارة دي عشان تشوف الفرق بينهم وبيننا. كنا نعد البخيل منا، ها تخيل، من يقرض أخيه، أخاه بقى، من يقرض أخاه، يعني إيه؟ يعني اللي بيسلف ده كان عندهم يقولوا ده إيه بخيل. طب ليه؟ لأن الطبيعي أصلا إنه مش هيخليه يسأل ابتداء، لأنه يعلم أحواله ويتفقد أحواله، وإذا وجده في حاجة إلى مال أو في ضائقة يمنحه ليس يقرضه، يعني بيديه قرض غير قابل للإيه؟ للسداد أو للرد، خلاص دي منحة وعطية. هذه أخلاقهم، وهكذا كانوا وأعلى من ذلك كما سأذكر لكم بعض الأمثلة. وفي مجتمعاتنا بفضل الله وبيننا وبين إخواننا وجدت صور مثل ذلك. هذه بعضها لبعض الشباب نشأوا سويا في المرحلة الابتدائية وانتقلوا كذلك سويا في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة، وتخرجوا من الجامعة أيضا معا، ولما جاء التوظيف توظفوا معا في وظيفة واحدة وبدأت معالم الأخوة تظهر وتتضح. بل لما أراد أحدهم الزواج تزوجا من أسرة واحدة أختين، وكان ربما يذهبان إلى العمل بسيارة أحدهما في يوم وبالسيارة الثانية في اليوم الثاني، وكان السكن قريبا، سكن أحدهم قريبا من الآخر. العجيب أنه لما مات أحدهم تبعه الآخر، سبحان الله، انظر لتآلف القلوب. لما مات أحدهم وذهبوا ودفنوا نظر هذا الأخ إلى قبر محفور، ويعني كأنه تمنى أن يكون جارا لأخيه الذي كان صاحبا له في الدنيا، ولكن استبعد ذلك لأن القبور هذه المحفورة إذا مكثت يوما واحدا يأتي عدد كبير من الموتى وتمتلئ هذه القبور. لكن بعدها مباشرة مات هذا الأخ ودفن في القبر الخالي فعلا الذي كان مجاورا لقبر أخيه، حتى تعجب هذا الرجل الذي يدفن الموتى، قال هذه ما تحصل أبدا، يعني إذا وجد قبر خال فإنه يمتلئ خلال ساعات، مش هنبيت يوم يومين، لكن قدر الله عز وجل أنهما ترافقا في الدنيا وترافقا كذلك بعد الموت أخوة ومحبة صادقة. لذلك إخواني في هذه الدقائق أقول نريد أن نجدد معاني الأخوة ومعاني المحبة، ونذكر شيئا مما ورد في فضلها. لو نظرنا مثلا في آيات القرآن، وطبعا أنا مش هتكلم، أنا عايز إخوة الأفاضل كلكم ما شاء الله يا إما مسؤولين يا إما مدرسين في مساجد يا إما خطباء، نحسبكم من الصالحين كالمصلحين. لذلك نريد أن يكون هذا اللقاء تدارسا للآيات والأحاديث، ونذكر معه بعض المواقف. لو ذكرنا شيئا مما ورد في فضل المحبة في كتاب الله، أول آية
لا بص، اللي قاعدين كلهم ان شاء الله على راسنا طبعا، بس كله لازم يتكلم يعني، اللي يا اما انت ترفع ايدك يا اما انا هقول لك قول، اختار انت بقى والحق نفسك، اللي هم كله هيقول وانت تتزنق في الاخر مش هتلاقي ايه ولا حديث، يبقى الحق من ايه من الاول وقول الايه اللي عندك. ماشي كده؟ يلا عايزين ايات من القران تبين فضل المحبه. اتفضل. قال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كل علاقه وصداقه قامت لغير الله في الدنيا فانها تنقلب يوم القيامه الى عداوه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. المتقون، طب اقول بس كلمتين، المتقون اخوتهم تنفعهم، ينفعهم الله بها في الدنيا وينفعهم بها في الاخره. من يذكر لنا صوره من صور النفع من المحبة والأخوة في الآخرة؟ تفضل. لا ان خدتش بالك، انا بقول كيف تنفع الأخوة صاحبها يوم القيامة. تفضل. نعم، بس في صورة اخطر. ايوه دي هذه الصورة، والله لا اقول تبكي العيون بل تدمي القلوب عندما تتفكر في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مناشدة المؤمنين لربهم. مناشدة يعني ايه يا اخواني؟ مناشدة، لا مش مناجاة، شف الحاح. لما انت مثلا يبقى لك حاجة عند اخ فانت حريص على الشيء ده، عمال تكلمه فيها مرة بعد مرة بعد مرة، معنى كده انتم اشد مناشدة لربكم في اخوان، يعني في اخوان لهم استوجبوا النار، دخلوا النار. فلما دخل إخوانهم الجنة لم يجدوا إخوانهم، فسألوا عنهم فعرفوا أنهم في النار، فحرم الله صورهم على النار، فذهبوا فدخلوها وأخذوا بأيديهم وشفعوا لهم وأخرجوهم من النار. أنا لما باجي عند الحديث ده بقول للإخوة تخيل كده معايا الصورة، ما يبقى الواحد منهم في النار ويلاقي الإخوة جايين له في النار وإيه وياخدوا بإيده ويطلع من النار بشفاعة إخوانه ويدخل الجنة. تعرف يقولوا ربنا ايه؟ ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. شوف فضل الترابط والتآخي، واللي انت تخليك في وسط اخوانك ما تتعالش عليهم، ومش عشان مشكلة تسيب كل حاجة ومليش دعوة بحد وانا في حالي ومش هسأل في حد ولا حد يسأل عليك. لا، انت ربما تنتفع بهذه العلاقة وتلك الاخوة في اشد واحرج الاوقات، أنت لا تدري متى تنتفع بها، ربما تزيد سيئات الإنسان على حسناته ولا يغفر له، ربما يستوجب دخول النار فتجد هذه الشفاعة ينفعك الله عز وجل بها. ولذلك أنا أقول دايما لإخواني لما أذكر هذا الحديث: لنتعاقد، من دخل منا الجنة فليبحث عن إخوانه، فمن لم يجده في الجنة فليشفع له عند الله لندخل سويا. إيه خلاص متفقين ولا هتطلعوا إخوة؟ ماشي؟ لا، ربنا يجمعنا في الجنة، آمين. طيب اتنين، قول الله. اتفضل الأخ اللي هنا، الأخ اللي جنبك ده، يلا يا عم بسرعة. امتن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة، نعمة الأخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه؟ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب آية كمان، تفضل. لا آيات، آيات عم الشيخ، آيات تفضل. ماشي. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر لوصف القرآن لعلاقتهم بإخوانهم: رحماء بينهم. معاني الرحمة يا إخواني، إنما ينزل الله الرحمة على رحيم، إنما يرحم الله من عباده الإيه؟ الرحماء. أخوك حينما مثلا يفقد شيئا من ماله أو يبتلى بشيء من المرض في جسده أو ربما يموت، هل في قلب الأخ من معاني الرحمة ما يجعله ربما اعتبر هؤلاء الأولاد كأولاده ويعولهم سنين عددا؟ كان بعض السلف يتفقد أخاه بعد موته، يتفقد أهله بعد موت أخيه 40 سنة.
كأنهم أولاد. بل أعجب من ذلك ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاءه تلميذ له يبشره بموت أكبر أعدائه، يعني عدو من أعداء شيخ الإسلام الذين سعوا في قتله ووشوا به عند السلاطين، وكان بعضهم يقول اقتله ودمه في عنقي. لما جاء بعض التلاميذ يبشر شيخ الإسلام بموته غضب شيخ الإسلام وقال لا تقل هكذا. انظر حتى عقد الإسلام ما زال موجودا مع أن الرجل مبتدع. لنتعلم إخواني كيف تكون علاقتنا بالمسلمين. قال لا تقل هكذا، ثم ذهب من فوره إلى أهل هذا الرجل وقال لهم أنا لكم بمنزلة أبيكم. بالله عليكم انظر، قال بعضهم ليتنا لإخواننا كشيخ الإسلام لأعدائه. شوف حتى وصل الحل إيه، ليتنا لإخواننا في التعامل بيننا وبين إخواتنا زي معاملة شيخ الإسلام مع إيه، مع أعدائه. فكيف كانت معاملة شيخ الإسلام لإخوانه؟ إذا كان ده معاملة شيخ الإسلام لأعدائه، يذهب لهذا أهل هذا الرجل المبتدع ويقول أنا لكم بمنزلة أبيكم. انظر لهذه معاني الرحمة إخواني. كان العبيد في صلاة الغداء، ركزوا معايا في الأثر ده يا عمي اللي بتبص ورا، كان العبيد في بعد صلاة الغداء، حديث صحيح مسلم، أنا لا يعني لا أريد أن أقرأ من الكتب حتى لا أطيل عليكم وحتى ننتهي سريعا. كان العبيد يأتون بأوعيتهم وآنيتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداء فيها الماء. أنا عايز أسأل سؤال، ليه جايبين الآنية فيها الماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معلش اللي عارف يرفع إيد. العبيد والإماء كانوا بيجيبوا الآنية بعد صلاة الفجر مملوءة ماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. السؤال ليه بيجيبوها؟ ها؟ فضل أمشي. ها؟ لا ده حاجة، دي مفاجأة. ها؟ لا 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 فضل. لكي يضع يده فيها، حديث صحيح مسلم، كانوا يجيبوا الآنية اللي فيها الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعد صلاة الغداء لكي يضع يده فيها. قال وربما، ما مش ده الشاهد بس، اسمع اللي جاي دي، فربما تكون الغداء شديدة البرودة. احنا دلوقتي في الساعة، ما تيجي تتوضى بمية ساعة بيحصل ايه؟ طب تخيل كده بقى صف عبيد وكل واحد ماسك ايه؟ الإناء ومليان مية، والمية في الصحراء شكلها ايه؟ والنبي هيحط ايده فين؟ يكسر قلب او نفس واحد منهم صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى الجميل ده، وشوف الرحمه الموجوده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه في الغداء الشديده البروده، ومع ذلك يقفون له صفا ويضع يده التماسا لبركته صلى الله عليه وسلم. بل ربما تاخذه المراه وفي عقلها شيء، يعني ممكن نقول عليها مجنونه في بعض حاجتها، فلا يرفض صلى الله عليه وسلم بل يذهب معها. انظر هذا خطاب لنا جميعا، مسؤول الدعوة والنائب بتاعه ومسؤول الحي ومسؤول المنطقة، لنعم بالرحمة كل المسلمين، لنقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن رحماء بينهم. وليس أن البعض ربما يصاب بعض مثلا مناوئيه بشيء فيقول يستاهل، ده يستاهل أكتر من، والله سمعت بنفسي بعض أنا بقول بعض الجهال، بس هو يستاهل وصف، ما ينفعش أنا حناقض نفسي، ربنا يهدي. بيقول إيه؟ أتمنى لهم ألا يتوبوا حتى يدخلوا جهنم. تخيل عن مين؟ عن ناس مخالفينه في الوجهة السياسية. تخيل، شوف ماذا في قلب هذا الرجل من الرحمة. طب يا أخي لو تابوا ما ضرك لو تابوا، هم هياخدوا مكانك في الجنة لو تابوا؟ هو أنت مش هتلاقي حتة في الجنة لو هم تابوا ودخلوا الجنة؟ وإيه كمان في مسائل يسوغ لنا فيها الخلاف، أنت خدت وجهة وأنا خدت لا، لازم تاخد الرأي بتاعي، ولو ما خدتش الرأي بتاعي يبقى أنت تخش جهنم وبئس المصير. إيه ده؟ هو أنتوا معاكوا سكوك وغفران، اللي متابعك على موقفك يبقى معاك في الجنة، واللي مخالفك يبقى داخل النار. أتمنى ألا يتوبوا، هذه أمنية أنت تتمنى ذلك؟ ده ممكن الموضوع ده يوصله مش عايز اقول للكفر، ان الانسان يتمنى من انسان انه يعصي ربنا
وانه يفضل على المعصيه لحد ما يموت ويخش النار؟ اين انت من قلب الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم لما ضربه الكفار وهو في دعوته بالطائف واتاه جبريل ومعه ملك ايه عارفين كلكم، وكان قال له ان شئت ايه؟ قال له ايه ده دمه لسه سايح اهو، لسه جسمه سخن، لسه مضروب. ده كان ممكن اه طبعا. طب انت دلوقتي تخيل وانت في منطقتك كده في الحي بتاعك بتدعي، شويه عيال طلعوا ضربوك عوروك، قال لك اصل الشيخ اتضرب. طب وين المشكله؟ ما النبي اتضرب صلى الله عليه وسلم، ورحم الناس وعفى عنهم وصفح وغفر. بل لما جاء لفتح مكه قال ايه؟ وهم كانوا عاملين فيه ايه؟ وكانوا طالعين من بلده. يعني لو طلعوك من مصر شوف هيبقى في قلبك ايه لما تيجي بقى تدخل مصر تاني. ده لا رحمه. اليوم يوم الايه؟ الملحمه. قال له لا، اليوم يوم الايه؟ المرحمه. صدق صلى الله عليه وسلم. اذن رحماء بينهم اخواني ليس كلاما بل شعار نرفعه ونعيشه ونطبقه في واقعنا. وايضا من الايات في القران التي تبين فضل الاخوه والمحبه وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. لذلك إخواني التآلف بين القلوب لا يقدر عليه سوى الله. فلذا هل نحن في صلواتنا في خلواتنا وجلواتنا نكثر من قول اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم؟ ده الدعوة دي بعضنا ما يفكرش فيه. ليه؟ يقول لك خلاص هو كده الأمور تميزت وتباينت. لا، ولو كان نحن نتمنى لمن ضل أو لمن اختلف معنا أو لمن خالفنا في الحق مثلا أو لمن خالفنا أن يجتمع معنا على كلمة سواء. فلذلك نحن نكثر من هذا الدعاء، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانه. أيضا من الآيات التي تبين فضل المحبة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أنت ماذا تفهم أخي الحبيب حينما تسمع هذه الآية إنما المؤمنون إخوة؟ إخوة في ماذا؟ ها؟ ليس في الدم وليس في النسب. نعم ليست قرابة، بل أخوة الإسلام والإيمان، والتي تربو وتعلو على أخوة النسب. حتى كان أبو عزيز أسيرا في يد بعض الأنصار، فمر على مصعب بن عمير، ومصعب أخ لأبي عزيز، لكن أبو عزيز كان كافرا ومصعب كان مسلما. كان واحد من الأنصار ماسك أبو عزيز أسير ليه، فمر على مصعب. مصعب طبعا عارفين كثير. فقال مصعب للأنصاري اشدد يدك عليه فإن أمه ذات مال، يعني هتدي لك فدية ايه. فنظر إليه أبو عزيز وقال أهذه وصاتك بي يا أخي؟ هي دي الوصية بتاعتك أخويا بي؟ قال إنه أخي دونك. اللي هو مين؟ الأنصاري اللي ماسكه. قال له لا، ده أخويا بدلك، ده أفضل منك. انظر لهذه المعاني حتى في أخوة النسب. إذن أخوة الدين تعلو وتربو فوق أخوة النسب، وهذا ما يغرسه فينا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن ربما بعض الإخوة يدرس نعم الآية ويدرس الحديث، لكن في التطبيق تجد خللا كبيرا، لأننا نحتاج إلى مدارسة بعد مدارسة وفهم بعد فهم وتعود واعتياد لذلك لهذه المعاني في واقعنا. أيضا من الآيات قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. لا، في ناس سرحانة، في إخوة سرحانين. استنى بس عم الشيخ عشان نشوف الناس دي نسألها. الذين تبوأوا الدار والإيمان مين هم؟ الأنصار. الذين تبوأوا الدار يعني إيه؟ يعني سكنوا المدينة اللي هي دار الهجرة قبل مجيء، خليكم معايا عشان في سؤال مهم، قبل مجيء المهاجرين. طب تبوأوا الدار ماشي، طب تبوأوا الإيمان ازاي؟ لا يعني أمنوا قبل المهاجرين، قبل المهاجرين من قبلهم. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل أن يأتوا فين؟
طيب يعني ما امنوش قبل المهاجرين؟ ما امنوش قبل المهاجرين؟ لا ليه؟ في بعضهم فعلا امن قبل المهاجرين، تبوأوا الدار والايمان من قبلهم. طيب بماذا يثني عليهم القران؟ يحبون من هاجر اليه. الله، يعني انت تحب الناس تجي لك في بيتك وينزلوا عليك ضيوف؟ ما هو طبعا ماشي، ما هو خد بالك، خلينا نتكلم. ده دلوقتي هيجي لك مالوش سكن ومالوش شغل ومعهوش فلوس وعايز يتجوز قاعد يعني. يعني انا اقول للاخوة دايما واحنا بنتكلم في السيرة، الكلام سهل لكن التطبيق ايه؟ ايوة، انت دلوقتي ساكن في المعمورة مثلا، فالدعوة قالت لك انت هتروح العمرية مثلا كده بالمرة، حتى والشيخ شريف هنا فبنرحب بيه يعني، مش قدامكم ما تخافوش خد بالك. فنقول فلان هيروح العمرية، جميل، هيقول ايه؟ هنزل عند مين؟ والشغل هعمل فيه ايه؟ طب ومدارس العيال؟ طب والمش عارف ايه؟ طب والقبض نقول له ها؟ هنقول له لا، ولا في، لا ركزوا هنا يا عم الشيخ، ولا في عند مين، ولا في، ماليش دعوه بحاجه، انت هتنزل هناك وتتصرف. يقول لك لا لا، شوف حد غير. مش ده ممكن يحصل؟ طب دلوقتي واحد في مكه هيسيب بيته، بيته اللي هو اتربى فيه، وهيسيب شغله وهيسيب اهله وهيسيب ويروح مكان ملوش اي حد. شوف بقى المعاني الايمانيه الموجوده في قلب المهاجرين والمعاني الايمانيه الموجوده في قلب الانصار. لما يجي واحد زي عبد الرحمن بن عوف مع واحد زي سعد بن الربيع يقول له انا اكثر الانصار مالا، اقسم مالي بينك وبيني وبينك، ولي زوجتان انظر احسنهما. مش واحد واحده زهقان منها يعني عايز، لا ها انظر ايه، اطلقها اذا انقضت عدتها تزوجها. شوف هنتعجب من فعل سعد بن الربيع ولا من عفة عبد الرحمن بن عوف؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن أين سوقكم؟ انظر لهذه المعاني التي يعني كم سنة؟ يعني الصحابة اتدربوا على المعاني دي كم سنة؟ الهجرة دلوقتي لما تيجي تبص الهجرة بعد كم سنة، والمهاجرين ماشي تقول 13، الأنصار بقى أمنوا بعد قد إيه؟ ها؟ بيعة العقبة ما كانتش 13 يعني. طيب ومفيش يعني ممكن يقول سنتين ثلاثة بس آيات نزلت الناس عاشت. احنا دلوقتي الواحد بقاله 30 و40 و50 و20 سنة والآيات محفوظة، لكن لما تيجي تبص في التطبيق وفي الواقع بتلاقي خلل. عرفنا ليه الأمة تأخذ الضربة تلو الضربة؟ عرفنا ليه بيتأخر التمكين؟ لأن في مضامين خاوية ليس تحتها ما أراد الله سبحانه وتعالى، بتلاقي عناوين بس من جوه ايه؟ فاضية. ده واقع يا إخواني. حينما تجد بعض الإخوة مثلا تنزل به مصيبة أو ضائقة أو ضائقة أو تحل به نكبة، في بعض الأحيان تنظر لمواساة إخوانه لا تتعجب. نعم يوجد خير ويوجد أفاضل ويوجد يعني نماذج يضرب بها المثل، لكن أيضا يوجد النماذج توجد النماذج الأخرى. لذلك إخواني يحبون من هاجر إليهم، هذه ليست كلمة بل تحتها عناوين أخرى، وتحت هذه العناوين معان عظيمة عاشها المهاجرون والأنصار. يحبون من هاجر إليهم، شوف اللي جاية بقى وإيه ده، دي أخطر. تعرف ما أنا ممكن أدي لك الفلوس بتاعتي وأدي لك نص بيتي وأدي لك نص الجهاز بتاعي عشان تتجوز زي ما أنا اتجوزت، لكن ولا يجدون، وبعد كده تبقى أنت أفضل مني كمان. مش مركز برضو معي. بعد كده تبقى أنت أفضل، ده ممكن النفوس يبقى فيها إيه؟ حسد. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني من المكانة والفضل، لأن المهاجرين عند الله في الجملة أفضل من الإيه؟ من الأنصار. طيب يعني اللي عملوه ده كله برضو المهاجرين أفضل؟ بل يأتي مال من البحرين. ركز معي، يأتي مال من البحرين فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لإعطائهم من ذلك المال. تخيل يقولوا إيه؟ يعني هنا مثلا الشيخ عطية جاب مسؤول الأحياء قال لهم جت منحة فهنوزع عليكم، ماشي كده، من السعودية من قطر من أي حتة جت وخلاص خد بالك. بس ما خليهم تسريب يا عم الشيخ، هيعملوا تسريب خد بالك، ويتصلوا بالشيخ عطية، إلحق يا شيخ عطية على التلفزيون. أيوه أنا بقول خليهم يقص. فجاب الاخوه وبيديهم بقى ده 50,000 وده
فهل في اخ يبقى قاعد كده يقول له يا شيخ امال فين فلان؟ ده انت ما جبتش فلان ليه؟ ولا هو فلان وفلان ما جوش احسن خلي التوزيع تبقى ايه؟ يطلع لنا كده حاجه وده بيحصل ها؟ ده بيحصل يا جماعه. تشوف بقى موقف الانصار لما جاء المال من البحرين ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لاعطائهم من ذلك المال، قالوا لا حتى تعطي اخواننا المهاجرين، حتى تشرك اخواننا المهاجرين. والله هذا صحيح ثابت في السنه. بل اسمع، لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم بينهم وبين المهاجرين النخيل، طبعا عارفين يا جماعه النخيل بالنسبه للعرب ايه؟ راس مال كل حاجه. فبيقول له اقسم النخيل بيننا وبين مين؟ وبين المهاجرين. تخيل انه يوصل بهم الحل كده. فقال لهم لا، تكفوننا المؤونة ونشرككم الثمرة. ده برضو صعب، يعني انت تشتغل 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 وفي الاخر المحصول نعمل فيه ايه؟ ده يبقى ده فرحان جد ان هو بيشتغل ويكفي مين؟ يكفي مين؟ يكفي اخاه. ليه؟ لان الايمان قد نضج واستوى في قلوبهم، فظهر اثره على الجوارح. حينما تجد بعض الاخوة مثلا من طلبة العلم وهو لا يستطيع ان يجمع بين العلم والعمل، هل أنت تأتي إلى هذا الأخ وتقول له أنا أكفيك المؤونة وأنت اجتهد في طلب العلم فيكون في ميزان حسناتك؟ لما لا تفعل؟ وهذا ربما يكون من الصدقات الجارية التي ينفعك الله بها بعد الموت بإذن الله تعالى. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما إيه؟ أوتوا، ويؤثرون، شوف بقى مرتبة كمان، على أنفسهم ولو كان بهم، بل كانت بهم الخصاصة فعلا رضي الله عنهم وأرضاه. من الآيات أيضا ها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ماشي تفضل. أيوة، من أول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تجد أيضا قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. اللي هيقول لي الآية دي فين الشاهد فيها على فضل المحبة هياخد هدية. بس فكر ما تستعجلش، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. أنت بتقول دي دليل على فضل المحبة، هو فين فضل المحبة فيها؟ مين اللي قال؟ مكافأة. شوف هي كلمة واحدة. أنا لما أقول لك اللي هيطلع الأول في اليوم، ما تخافش يا عم، اللي هيطلع الأول في اليوم الإسلامي هياخد هدية. فجبنا هدية كده ولفيناها وحطيناها في علبة وزوقناها وبنديها له، ففتحها لقى كده إيه؟ بتاع بيضة من تحت وفيها شراشيب وليها عروش خضرة من فوق. عرفتموها؟ خمن. بصلة. بالك؟ فالأخ طبعا آخر اليوم لما يلاقي الهدية بتاعته هو الأول على اليوم الإسلامي، لقى إيه رأيك فيه؟ شعوره يبقى إيه؟ هيعيط. أيوه هيدمع يعني. طب أنا بقول لك ليه هو كده؟ ليه؟ لأن دي مش مكافأة، مش هدية، صح؟ طيب القرآن لما يجعل الود في قلوب الناس مكافأة، يبقى الود ده إيه؟ ده أمر عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. يعني هذا عطاء من الله عز وجل لهؤلاء الصالحين لصفاء قلوبهم وصلاحها. أنا عايز أحاديث بقى عشان ما أختم ما أطولش عليكم، في ياما بس عشان نلحق. قول اتفضل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. حديث قال رسول الله، طب صلى الله عليه وسلم الأول، صلى الله عليه وسلم ها، المنابر من نور التي تكون عن يمين العرش عليها المتحابون في الله، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واجمعنا على هذه المنابر. قال صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له، ركزوا معايا في الحديث ده، أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، قال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها، مصلحة تصلحها وتتابعها ونحو ذلك؟ ها؟
قال لا غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله. أهو واحد برضو في نفس المحاضرة دي قال صلى الله عليه وسلم. قلت له يبقى أنت نايم بالثلث، لأن صلى الله عليه وسلم إيه وأنا بقولها راح واحد تاني قال صلى الله عليه وسلم، يبقى أنوم منه، لأن إحنا بنقول أرسل الله على مدرجته ملكا قال إني رسول الله. يبقى الأخ فعلا كان فاصل كده. إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت أخاك أو كما أحببته في الله. إيه اللي يلفت نظرك في الحديث؟ ها؟ لا يرسل ملك. إيه ده؟ ده موضوع كبير. يعني أنت مثلا ما تطلع مثلا معمورة تروح فين؟ حتة بعيدة فين هنا؟ برضو العمرية حوديك. تروح العمرية مثلا تزور بعض إخوانك. طب أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخاه في الله فليذهب إلى بيته وليعلمه؟ سمعت الحديث ده؟ يخبره. طب كم أخ بيطبقه؟ يقول لك يا ماشي ما أنا بشوفه الجامع. أنا بقول لك مش إحنا ساعات بيبقى حرفيا لازم تطبق ها؟ بس ما يبقى حاجة من لا طب ما هو يبقى أروح له في البيت وأقول له إني أحبك في الله، ومش لازم تغرمه، امشي مش مشكلة. أقول له إيه؟ وقت الغداء. طب اسمعوا الزيارة العجيبة دي كده، من أعجب الزيارات التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله. بس اللي جنبه واحد نايم يفوقه، واللي جنبه واحد فايق. ها؟ ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، قال لما أطلق أبي من المحنة خشي أن يجيء إليه إسحاق ابن رهاويه فرحل أبي إليه. الإمام أحمد لما طلع من المحنة بتاعته كان طبعا على نجمه وارتفع وهو كذلك، فكان أهل السنة يأتون لزيارته والتسليم عليه، فكان خايف أن يجيله الإمام إسحاق بن رهوي، فقال لا أنا أبدأ وسبق وروح له. قال فلما بلغ الري دخل إلى مسجد. الإمام أحمد دخل في مسجد فجاء مطر كأفواه القرب، وانت كده بتتشطف البتاعة بتاعت الدش وقعت، إيه اللي يحصل؟ يعني دي زي أفواه القرب كده، مية كده إيه، بس المطر كان أشد. فراح الإمام أحمد دخل المسجد مش عارف يطلع ولا عارف يمشي. فلما كانت العتمة قالوا له أخرج من المسجد فإنا نريد أن نغلقه، زي ما بيحصل دلوقتي. يلا يا عم اطلع عشان هنقفل. فقال لهم هذا مسجد الله وأنا عبد الله. إيه معناها؟ أنا قاعد ده بيت ربنا وأنا عبده. طبعا أنت مالك إيه دخلك؟ اسمع بقى، كانوا الناس مؤدبين. ها؟ فقيل له أيما أحب إليك أن تخرج أو نجر برجلك؟ عشان ما تستغربش. قالوا له تطلع ولا إيه نرميك برا؟ فقال سلاما، يعني خلاص وده الرد. وعمل إيه؟ خرج. قال فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق لا أدري أين أضع رجلي ولا أين أتوجه. قال فإذا رجل قد خرج من داره فقال لي يا هذا أين تمر في هذا الوقت؟ رايح فين يا عم؟ مش فين في المطر وفي قال لا أدري أين أمر، وفعلا مش عارف أنا رايح فين. فقال أدخل، وفتح له الباب وراح مدخله. قال فأدخلني دارا ونزع ثيابي وأعطوني ثيابا جافة. يبقى أول حاجة دخله من غير ما يقول له أنت مين ورايح فين، عمل إيه؟ غير له هدومه. قال وتطهرت للصلاة. قال فدخلت إلى بيت فيه كانون فحم ولبود فراش ومائدة منصوبة، يعني كمان إيه أكل. فقيل لي كل فأكلت معهم. تلاحظ إن كل ده إمتى؟ ما يعرفش مين. وهذه يذكرها العرب من علامات الكرم، إن الإنسان الكريم يرحب بالضيف وإن لم يكن ممكن بعد كده يطلع قاتل أبوه، تخيل، وما يقدرش يعمل له حاجة لأنه فين. كانت هذه حالهم. قال فأكلت معهم ثم قيل لي من أين أنت؟ قلت أنا من بغداد. قال تعرف رجلا يقال له أحمد بن حنبل؟ قلت أنا أحمد. قال وأنا إسحاق. والله سبحان الله أتعجب، أقول لأن القلوب تلاقت. شو لك القلوب إيه؟ مسلمة
صح انا عارف دي افضل طبعا، لكن يقول لك القلوب مسلمه لان القلوب صافيه فجمع الله عز وجل بينهم. هل اخواني نفعل هذه المعاني العظيمه ام نعتذر عنها بكثره المشاغل؟ هل احنا حاطين في البرامج بتاعتنا الدعويه يعني اخ كده يعمل جلسه اداريه ويعمل متابعه ويعمل ويسال، هل انا مع كل ده عامل ولو ساعه في الاسبوع زياره لاخواني؟ ما هو مش عايزين نسمع كلامه خلاص، يوم اسلامي يعني معناه معاني ايمان بتتجدد. هل المعاني دي موجوده يا اخواني؟ الاخ كده يلف على الاخوه ولو كل اخ ربع ساعه، كل اسبوع هيزور اربع اخوه او خمس اخوه ويعمل جدول كده، ده تزار يبقى اللي بعدين اللي بعدين، ما ده هيعمل ايه في جو العمل يا اخواني؟ ها هيعمل ترابط وتكاتف عجيب، لدرجه لما يجي واحد مثلا يحصل له حاجه فيقولوا فلان بيقول كذا عليك، يقول لهم ابدا فلان ده ما يقولش كده. ليه؟ انه عارف وعارف دماغه فيه ايه وقلبه فيه ايه. الترابط ده مهم جدا يا اخواني في انجاح الاعمال الدعويه، لكن اما يبقى عناوين خاويه المضمون يبقى هذا يضر بالعمل بلا شك. انت تريد من اخوانك ان يبذلوا اقصى ما عندهم، وانت ربما قصرت في هذه المعاني، قصرت في السؤال عنهم، حتى ولو لم يكن معك ما تواسيهم به ربما يكون في المواساة بالكلام اقوى من المواساة بالايه بالفعل. انت كده لما تروح مثلا تزور واحد او مثلا حد من قرايبك ورحت ايد ورا وايد قدام زي ما بيقولوا، يوم تقول له والله الظروف والاحوال وبتاعه وانا اتمنى اجيب لك الدنيا كلها، يوم يقول لك يا اخويا اكنك ايه يعني صح اكنك جبت، بس الكلمه نفسها لها اثر في النفس. ومن الاحاديث ايضا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث من كنا في وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المراه لا يحبه الا لله. اذا هذا الحب في الله سبب لذوق طعم الايمان، من احب ان يجد طعم الايمان فليحب المراه لا يحبه إلا لله. الحب في الله أيضا سبب لاستكمال الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب في الله سبب لتحصيل حب الله. عايز ربنا يحبك ولا مش عايز؟ معايا ولا بيتكلموا؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه. إذن إذا اشتد حبك لأخيك كانت هذه علامة على حب الله لك. هقول حديث وعايز حد يكمله، هقول حديث وعايز حد يكمله يا راجل يا طيب. من الأحاديث التي وردت أيضا في فضل المحبة قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد، ده هديته كبيرة شوية بقى، ما من عبد أحب عبدا لله كمل. أنت دخلت في الحيب حديث مسلم التاني، ما من عبد أحب عبدا لله كمل. يلا يا جماعة عشان نخلص، ما من عبد أحب عبدا لله إلا إيه؟ إلا إيه؟ لا، ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل، حديث في السلسلة الصحيحة 1256. ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. بالله لو أنك قيل لك ستكرم من الجهة الفلانية، فالواحد مثلا لما يتقال له في تكريم ليك ويجي له كارت أو يتصلوا به، شوف السعادة بتاعته والفرح قد إيه. طب لو قيل لك ستكرم من الله، والسبب بسيط يسير وهو محبة إخوانك في الله. أختم بهذه المواقف الرائعة، ده في ياما عشان الوقت لا يتسع، بهذه المواقف الرائعة الرائقة التي وردت عن أسلافنا. خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة، فصحبه بعض الزهاد فقال لهم أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات الطست، زي إناء كبير كده.
فألقى عليه منديلا ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم إلى المصيصة، ثم قال: هذه بلاد نفير، فنقسم ما بقي. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنما أعطيت 20 درهما. فيرد: وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. يعني حتى شوف معاني المعاني المشاعر والأحاسيس، عشان هم ناس يعني عندهم تحرج أن يقول واحد هات، فكان يقول لهم: حطوا الفلوس بتاعتكم تحت المنديل في الإناء ده، اللي معاه دينار، اللي معاه 10، اللي معاه 20، كله يحط تحت الايه، هذا المنديل في هذا الإناء، وينفق عليهم، ثم بعد ذلك يوزع عليهم النفقة، ويعطي من عند نفسه، اللي حط درهم ياخد 20 دينار، يقول له: أنا حطيت كذا. يقول له: إيه المانع أن ربنا يبارك للغازي في نفقته؟ انظر حتى معاني. أختم بموقف من المواقف الرائعة للإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله، لما كان مع إخوانه في سفر، فدخلوا مسجدا مهجورا وباتوا فيه، فلما استيقظوا في الصباح وجدوا إبراهيم بن أدهم واقفا على الباب، ما نام طوال الليل. فلما قيل له في ذلك قال: لم يكن للمسجد باب، خشيت أن يصيبكم البرد، فوقف مكان الباب. انظر له وهو يقي إخوانه بنفسه، وقف مكان الباب يسد الباب حتى لا يصيبهم البرد. هذا ما أريده إخواني بهذه الكلمة، أن تعامل أخاك كنفسك، تقول له: يا أنا. نسأل الله عز وجل أن يزيد المحبة في قلوبنا، وأن يجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.